قدمت الكليبات الجريئة والبعض قال إن أنت بتخدش الحياة، عملت إيه بقى بعد كده؟ يعني صراحة أنا هقول لك حاجة، أنا جيت من 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 بيئة معينة في لبنان، وبعد كده عملت 5 سنين في فرنسا في باريس، بقى العقلية شوية بتاعتي كانت بعيدة شوية، ثقافتي شوية غربية. بقى لما جيت وابتديت بالهنا ما كنتش بفهم ليش لما بنبص على بيونسي ولا بريتني سبيرز ده حاجة عادي تلبسها كده، ونجيبهم كونسرتس ويرقصوا ويغنوا بس، ودول لا، دول ناس بسمنة وناس بعسل. ما كنتش فاهم الموضوع ده قوي، بس دلوقتي يعني بقيت بتراعي الحتة دي؟ براعي الحتة دي لكن مش مقتنع بيها.